طالبت الهيئة الاستشارية في نقابة الأطباء بسحب مشروع قانون المجلس الطبي المعروض على مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه بهدف تجويده. وقال نقيب الأطباء زياد الزعبي خلال اجتماع للهيئة في الملتقى العلمي للنقابة إن النقابة تواجه تحديات كثيرة وتسعى للاستفادة من الخبرات الموجودة لحل تلك المشاكل، وأبرزها صندوق التقاعد وصندوق التكافل والصندوق التعاوني وقانون المجلس الطبي وقانون المسؤولية الطبية والاعتماد اعتداء على الأطباء وتعديل قانون النقابة. الخلاف حول مشروع قانون المجلس الطبي والمساعي النيابية لجسر الهوة بين الطرفين محاور نتحدث عنها مع نقيب الأطباء دكتور زياد الزعبي. دكتور زياد أهلا وسهلا بك. إذن دكتور زياد، أمام المطالبة بسحب مشروع قانون المجلس الطبي من النواب، فما هي الملاحظات أو النقاط الخلافية الأساسية حول ذلك؟ أولا شكرا لتلفزيون المملكة على هذه الاستضافة الكريمة ولتوضيح موقف النقابة من موضوع مشروع المعروض على مجلس النواب الآن ويسمى مشروع قانون المجلس الطبي الأردني. طبعا هناك قانون للمجلس الطبي الأردني معمول به من عام 1982، وارتأى القائمون على المجلس الطبي ووزارة الصحة تغيير هذا القانون بكامله، وبالتالي أعدوا مشروع جديد تم إقراره من مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب ومن ثم إلى اللجنة الصحية في مجلس النواب. في حقيقة الأمر أن نقابة الأطباء وهي تمثل الجسم الطبي بكامله سواء كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص لم تستشر بهذا القانون إطلاقا، ولا بل أن دور النقابة قد أهمل إلى حد كبير جدا في تشكيل المجلس وفي تشكيل اللجان المتفرعة عنه. القانون الجديد يضم الصيادلة وأطباء الأسنان إلى الأطباء البشريين، وهذا قانون يعني جديد أو مكوناته جديدة على الساحة الطبية. نحن لا نعارض هذا المبدأ أن يكون نحن وأطباء الأسنان والصيادلة ضمن قانون واحد، ولكن الإشكال الأكبر جاء حول المواد التي تسمح للأطباء القادمين من كل دول العالم سواء كانت بمستوى طبي أفضل من الأردن أو بمستوى طبي أقل من الأردن ومعهم خبرة 3 سنوات من العمل في الأردن بدون تقديم امتحان البورد الأردني كما هو معمول به في الآن. هناك كثير من الأطباء أيضا تدربوا في الأردن في ما يسمى برنامج الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة والجامعات الأردنية والخدمات الطبية الملكية، ولم يوفقوا في الحصول على البورد الأردني، ذهبوا وحصلوا على بورد من دول أخرى وقدموا يطالبون بمساواتهم بمن نجح بالبورد الأردني واعتبارهم أخصائيين. في حقيقة الأمر أننا اجتمعنا مع اللجنة الصحية ووضحنا لهم أن الكثير من المواد يشوبها لغط قانوني ولغوي ولنقل تمثيل جهات معينة على حساب جهات معينة أخرى سواء في تشكيلة المجلس أو في تشكيلة اللجان العلمية. المعروف أن النقابة بها ما يقرب من 51 جمعية علمية تضم خيرة أطباء البلد، كل جمعية في اختصاصها، وبالتالي إهمال دور النقابة هذا لم يكن مقبولا. بالأمس اجتمعت الهيئة الاستشارية وهي هيئة جديدة، قررنا كمجلس نقابة أن نكونها وذلك للاستفادة من الخبرات السابقة في العمل النقابي والعمل الصحي، وتضم هذه اللجنة الوزراء الأطباء السابقون سواء كان شغلوا منصب وزير صحة أو أي منصب وزاري آخر، النقباء السابقون ومن تكرر عضويته في مجلس النقابة لدورتين أو أكثر، عمداء كليات الطب، رؤساء الجامعات من الأطباء، وأيضا مدراء المستشفيات الرئيسية التي خاصة التي يتم فيها برامج إقامة للتدرب والحصول على البورد الأردني سواء كانت هذه المستشفيات في القطاع العام أو في القطاع الخاص، إضافة إلى رؤساء اللجان الفرعية للنقابة في المحافظات المملكة ورؤساء الجمعيات العلمية في النقابة.
اجتمع بالأمس أكثر من 100 شخصية نقابية ووزارية وعاملون بالقطاع العام والأكاديمي، وكان الاجتماع الحقيقة مفيدا. النقابة تواجه تحديات كبيرة ليس فقط فيما يتعلق في موضوع قانون المجلس الطبي الأردني، ولكن بمواضيع كثيرة مثل صناديق التقاعد والضمان والتكافل، وأيضا صندوق التعاون التعاوني الذي أقر وصدرت به إرادة ملكية ثانية. هل كان دكتور زياد ضمن هذا الاجتماع الحديث أيضا عن المقترحات، أم أنكم الآن في مرحلة لربما تحديد هذه المعيقات والتحديات التي تواجهونها بشكل عام؟ نعم، لا بالتأكيد في هناك مقترحات، واتفقت هذه المجموعة الطيبة على الاجتماع دوريا لمناقشة في كل اجتماع موضوع هام من مواضيع النقابة ومن التحديات التي تواجه النقابة. من أكثر التحديات التي تواجهها النقابة أن ما يقرب من نصف الأعضاء لا يسددون ما عليهم الرسوم، وجزء كبير منهم قد تم شطب عضويته من النقابة، وهؤلاء يعملون الحقيقة في القطاع العام والقطاع الخاص، وهنا لا بد من اتخاذ إجراءات لأنهم في حكم القانون لا يحق لهم ممارسة المهنة، وخاصة في ظل قانون المسؤولية الطبية، فإذا ما أخطأ أحدهم فأن النقابة لا تستطيع أن تدافع عنه لأنه يعتبر أن عضويته مشطوبة. ومن هنا فإن لا بد من تصحيح الأوضاع الكثيرة التي تواجهها النقابة. أما فيما يتعلق بقانون المسؤولية الطبية وهو الموضوع الساخن الآن بحجة أنه يناقش الآن في مجلس النواب، فلقد أبدى غالبية الأعضاء الموجودين بالأمس، وذكرت لك من هم أعضاء الهيئة الاستشارية، معارضتهم للقانون وبشكل إجمالي. أما إذا دخلنا بالتفاصيل فمعظم المواد بها، ما هو التحفظ الأساسي على هذا القانون دكتور زياد؟ التحفظ الأساسي أن من المعروف أن البورد الأردني شهادة معترف بها بمعظم الدول العربية، وخاصة تلك التي تستقبل الكفاءات الأردنية في مستشفياتها، ونتحدث عن دول الخليج وغيرها. وبالتالي فعندما يتم تعادل، نعم، سؤالي كان دكتور زياد فيما يتعلق بالمسؤولية الطبية. المسؤولية الطبية موضوع مختلف الحقيقة. قانون المسؤولية الطبية قانون صدر به صدرت الإرادة الملكية السامية بتطبيقه اعتبارا من عام 2018. المادة 6 من القانون المسؤولية الطبية تلزم وزير الصحة بتشكيل لجنة تسمى لجنة المعايير الطبية. اللجنة هذه تتفرع عنها لجنة فرعية لوضع المعايير الخاصة بمقدم الخدمة، وتفسير هذه المادة أنه يعني تحديد الاختصاص الذي يستطيع الطبيب أن يمارس عمله به، يعني مواصفات الطبيب الذي مثلا طبيب العظام، ما هي مواصفاته واختصاصاته ومجال عمله. اللجنة الفرعية الأخرى هي ما يتعلق ببيئة العمل، أي البيئة اللازمة لتقديم الخدمة المعينة. على سبيل المثال لا يجوز إطلاقا أن تجرى عمليات معقدة في مستشفى غير مؤهل لمثل هذه العمليات. لا يجوز كما هو الحال الآن تجرى بعض عمليات التجميل وغيرها في العيادات الخاصة. هذا المجال يجب أن يضبط بشكل كبير. أما اللجنة الثالثة وهي الأهم، وهي التي تضع المعايير اللازمة لأي إجراء طبي سواء في مرحلة التشخيص أو في مرحلة العلاج، سواء كان هذا العلاج طبيا أو جراحيا. هذه اللجنة شكلت قبل فترة وجيزة، واللجان الفرعية المنبثقة عنها التي تحدد مواصفات الطبيب مقدم الخدمة ومواصفات بيئة العمل ومواصفات أو حدود الإجراءات لم تجتمع حتى الآن ولم تقرر. فإذا ما أخذنا القانون لا يجب ولا يجوز قانونيا أن نتعامل مع قانون ونطبق القانون في بعض بنوده ونترك البنود الأخرى ما لم تستكمل التشكيل الكاملة لبنود هذا القانون. وبالتالي اعترضنا على تطبيقات القانون لأن السادة القضاة
والمدعين العامين، نعم دكتور زياد، أصبحوا يطبقون هذا القانون دون وجود لجان المعايير ومحددات المعايير التي يعمل على أساسها الطبيب والتي يجب أن يحاكم إذا أخطأ على أساسها. نعم، بانتظار ما سيتمخض عن هذه المطالب والاستجابة إليها. شكرا جزيلا لك نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي.